جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة تصدر عناوين صحف القاهرة، صحيفة الوطن أفردت ملفها الخاص لتغطية هذا التصعيد الخطير وكتبت: الغارات الجوية ترد على الصواريخ محلية الصنع، جيش الاحتلال يواصل تهديداته باجتياح غزة برا، ومصر تعلن رفضها للتصعيد الإسرائيلي غير المسؤول. كما التقى مراسل الصحيفة مع الناجين من جحيم القصف الذين رووا حكايات العودة من الموت وقالوا: كنا نتمنى أن نعلم أطفالنا لكنهم تحولوا إلى أشلاء. وآخرين أكدوا: سوف نرجع بيوتنا، ينموت فيها ينحررها. لا تزال تداعيات أسعار الوقود والطاقة تلقي بظلالها على اهتمامات صحف القاهرة، صحيفة المصري اليوم أولت هذا الموضوع اهتمامها وأجرت حوارا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قال فيه: هذا وقت التضحية والدولة تحتاج إلى جراحة، أثق في نزاهة وزرائي، من حق الشعب رقابة كاملة على صندوق تحيا مصر. كتب على السلطة التنفيذية أن تأتي، كتب عليها أن تأتي في مرحلة فارقة في تاريخ مصر بعد أن تراكمت علينا الهموم والتحديات، ولابد أن نعترف بالواقع الصعب. نحن لدينا تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية لا تنفع معها المسكنات. التي انفردت بأول حوار لوزير البترول المهندس شريف إسماعيل بعد زيادة أسعار الوقود، أبرز ما جاء فيه: خفض الدعم قرار صعب لكنه ضرورة لصالح المواطن والدولة، استمرار الدعم العشوائي للطاقة يعني خراب مصر، زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مع مراعاة هامش ربح بسيط، لم تطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم. الوزارة تعمل على انتظام ضخ إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بمختلف المحافظات، وتستمر في المتابعة الدقيقة لاحتياجات السوق. مع بدء العد التنازلي لإجراءات انتخابات البرلمان المقرر لها 18 من يوليو الجاري بحسب الدستور، أثرت اليوم السابع قضية هامة وكتبت: تأخر تقسيم الدوائر يعطل التحالفات الانتخابية ويربك حسابات المرشحين. سياسيون وبرلمانيون سابقون يحذرون من استمرار التأخير في إصدار قانون تقسيم الدوائر، ودعوات لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره حتى لا يصيبه العوار الدستوري، ومن ثم يهدد المجلس القادم بالبطلان. الأوضاع المتردية في غزة منذ الأسبوع الماضي والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الوطن الأبرياء، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، كان محور في تحية صحيفة الأهرام التي حذرت من سيناريو يحاك للمنطقة هدفه التقسيم والتفتيت، ودعت في نفس الوقت إلى ضرورة أن نتمسك بوحدتنا. تشهد منطقة الشرق الأوسط أحداثا تستعصي على الفهم، وتشكل الأزمة الحالية في غزة إحدى علامات الاستفهام الكثيرة التي تتحدى العقل والمنطق بتداعياتها السريعة ومخاطرها الهائلة على كل دول المنطقة، وفي مقدماتها مصر، إحدى الدول القليلة التي أفلتت من خطط الفوضى الخلاقة. إن منطقة الشرق الأوسط تخضع حاليا لتدخل جراحي تستقطع فيه الدول الكبرى أجزاء من دول وتبيعها لدول أخرى، تمهيدا لوضع خريطة جديدة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحجة حماية الأقليات وشعار الحدود الآمنة. وعلينا أن نفيق لبلادنا وأن نتمسك بوحدتنا قبل أن يفوت الأوان. لا تزال قضية رفع أسعار الطاقة والوقود وانعكاسها على ارتفاع أسعار السلع الأخرى تلقي بظلالها على مقالات الرأي بصحف القاهرة. صحيفة الشروق في مقال لها رأت أن تحريك الأسعار ضرورة لا بد منها، لكنها قدمت في نفس الوقت حلولا بديلة للتقشف الذي يعاني منه المواطن منذ عقود طويلة، وقالت: منذ أن قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار الطاقة لا يخلو حديث من ضجر بسبب ارتفاع الأسعار، لكن من ناحية أخرى يؤكد مسؤول الحكومة أن التقشف الصارم لخفض عجز الموازنة هو الخيار الوحيد،
وإن اتفقنا أن الوضع الاقتصادي متفاقم ولا يمكن السكوت عنه، فإن منهج التعامل معه قد يأخذ أشكالا عدة لكل منها وجهته. إن وضع الاقتصاد الحرج يجعل من الصعب الاستمرار على نفس النهج، لكن التقشف الصارم ليس الحل الوحيد، كما أنه ليس الحل الأمثل، وقد يكون تبني توجه تقشفي متوازن يهدف لخفض المصروفات المهدرة ورفع الإيرادات المتاحة تدريجيا هو التوجه الأنسب في المرحلة القادمة، وعلى المجتمع أن يناقشه بموضوعية. وننتقل إلى الصحف العربية، والبداية من صحيفة القدس العربية التي ركزت على الأوضاع في غزة ونقرأ منها: وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا حول غزة الاثنين. قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الاثنين القادم اجتماعا حول ما يتعرض له قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الاجتماع سيناقش القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة ومحاولة الضغط الدولي على تل أبيب والتحرك العربي في المحافل الدولية. الأزمة الأمنية في العراق، رصدتها صحيفة البيان الإماراتية وكتبت تقول: العراق على أبواب سيناريوهات حرب أهلية مرعبة، تخوفات من حمام دماء في ظل السياسات الخاطئة للحكومة. إن انهيار الوضع الأمني في العراق مرتبط مباشرة بتعثر التوافق السياسي بين الفرقاء وعدم توصلهم إلى مناخ موحد لإنقاذ العملية السياسية مما هي فيه اليوم، نتيجة التشبث بالسلطة تحت عنوان الاستحقاق الانتخابي بالتوازي مع مواصلة تنظيم الدولة الإسلامية داعش زحفها لنشر أفكارها المتطرفة. وتحت عنوان الأمم المتحدة تطلب من أوروبا استقبال السوريين، كتبت صحيفة الراية القطرية: قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أوروبا يجب أن تفتح أبوابها لمزيد من اللاجئين السوريين، إذ إنها لم تستقبل سوى أعداد ضئيلة، بينما وصلت البلدان المجاورة لسوريا إلى نقطة التشبع. من ناحية أخرى، صحيفة الوطن السعودية نطالع منها: المعارضة السودانية تقاطع حوار البشير. أعلن حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن السودانيان في بيان لهما مشترك مقاطعة اجتماع آلية الحوار الوطني مع الرئيس عمر البشير بسبب الاختلاف الجوهري بينهما ومفهوم البشير للحوار الذي يعده وسيلة للمخاصصة، بينما يعني الحوار لهم إجراء سياسيا جوهريا يهدف إلى بناء الدولة الوطنية القائمة على التوافق الوطني الشامل بلا استثناء. اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة كان له صدى واسع، بمقالات الرأي في الصحف العربية. صحيفة الخليج الإماراتية كتبت مقالا بعنوان: دعم الإرهاب الصهيوني، تتحدث فيه عن التماثل في القيم والمفاهيم بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسياسة الأمريكية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. رد الفعل الأمريكي على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة ليس رد فعل دولة كبرى من المفترض أن تحترم القانون الدولي والشرعية الدولية، وليس رد فعل دولة تدعي أنها رافعة للديمقراطية ولحقوق الإنسان، إنما هو رد فعل دولة لا تعترف بقانون أو نظام، وهي هنا ينطبق عليها وصف الدولة المارقة. الولايات المتحدة ترى أن من حق تل أبيب الدفاع عن نفسها وتشجعها على المبادرة إلى عدوان بري على قطاع غزة. أي دفاع عن النفس هذا؟ وأي الدعوة للمعتدي كي يواصل اعتداءاته على الضحية وينكل بها؟ هذا هو الإرهاب، إرهاب دولة يمارس على مرأى ومسمع من العالم كله وبدعم من رافعي رايات حقوق الإنسان. من صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا بعنوان: لعبة الأسد المالكي مع دولة داعش. يتحدث فيه الكاتب عن الأزمتين السورية والعراقية وانتشار تنظيم داعش في الدولتين وسيطرته على مناطق متعددة بالبلدين، وأيضا سعي النظام الأسد والمالكي لاستخدام داعش ضد الثورة الشعبية في البلدين. وقالت الصحيفة:
يتصرف بشار الأسد ونور المالكي كما لو أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على أجزاء من بلديهما تشكل نقطة الخلاص التي كان ينتظرانها، بل وعمل من أجلها للنجاة من مواجهة شعبيهما منذ سنوات. وهذا الحال يفسر هروبهما معا إلى مقولة الحرب الكونية على سوريا والمؤامرة الخارجية على العراق. ما حدث ليس سوى معركة واحدة مع الإرهاب وضده في آن واحد، ومع نظامي المالكي والأسد وضدهما في الوقت ذاته أيضا. والضحية المستهدفة في الحالتين هي ثورة الشعبين بسوريا والعراق في المقام الأول، ومن خلفهما قضايا الحرية والعدالة والديمقراطية في المنطقة والعالم. ونتحول إلى الصحف العالمية والأزمة السورية. استحوذت على اهتمام صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وكتبت: يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم على مشروع قرار للسماح بحرية وصول 4 معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة، وذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدة جراء هذا الصراع الدامي. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رصدت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الانتخابات الرئاسية الأفغانية، أكد فيها أنه من المبكر جدا أن يعلن أحد المرشحين انتصاره. وأضاف كيري: لدينا أمل كبيرة بأن الأمور المتعلقة بالانتخابات ستحل سريعا، وأنه يمكن إيجاد سبيل يمنح الأفغان الثقة بأن لديهم رئاسة وحكومة قادرتين على توحيد شعبهم وبناء طريق للمستقبل. الانتخابات الرئاسية التركية كانت حاضرة على صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ونقرأ فيها: ردت لجنة الانتخابات الرئاسية التركية كافة الطعون المتعلقة بالترشح، وأعلنت المنافسة رسميا بين أكمل الدين أوغلو ورجب طيب أردوغان وصلاح الدين ديمرداش في الانتخابات المقررة عقدها في أغسطس المقبل. ورأت الصحيفة أن أردوغان الرجل الأقوى في تركيا يسعى منذ أكثر من عقد من الزمن إلى تمكين سيطرته على البلاد بالانتقال إلى رئاسة الجمهورية. برلين وواشنطن تريدان تسوية مشكلة التجسس عبر الحوار. عنوان نطلع تفاصيله من صحيفة بيلد الألمانية التي كتبت تقول: في محاولة لاستعادة الثقة بين البلدين من المقرر أن يسعى وزير خارجية ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال لقائهما المرتقب غدا في فيينا إلى حل الخلاف القائم بين البلدين حول اتهام واشنطن بالتجسس في برلين، ما دفع السلطات الألمانية إلى طرد مدير الاستخبارات الأمريكية في ألمانيا. ونتحول إلى مقالات رأي في الصحف العالمية والتي ألقت الضوء على الأوضاع المشتعلة في غزة. وأكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال لها تحت عنوان: محاولات أمريكية، إن الولايات المتحدة تبحث عن طريقة لاستخدام نفوذها المتضائل في الشرق الأوسط لعقد هدنة سريعة بين حماس وإسرائيل. وقالت الصحيفة: في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتمالات بهجوم إسرائيلي بري شرس خلال الأيام المقبلة، يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسهيل عملية وقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاق 2012 لوقف إطلاق النار في محاولة لاحتواء الأزمة. ومع استمرار تدفق سيل من الصواريخ التي تطلقها إسرائيل على غزة، والذي لا يتفق مع القانون الدولي الذي يجرم استهداف المدنيين، ومع تدهور الوضع في غزة، فإن هناك شكوكا كبيرة من استجابة بنيامين نتنياهو للدعوات الدولية بوقف العمليات العسكرية الوحشية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت الشأن العراقي في مقال تحليلي بعنوان: هل يتمكن المتطوعون العراقيون من مواجهة تنظيم داعش؟ يتحدث فيه الكاتب عن المتطوعين العراقيين الذين هبوا للا تلبية دعوة المرجعية الشيعية التي دعت إلى قتال مسلحي داعش.
يبدو أن الطائفية هي العنوان الأبرز للأزمة العراقية، حيث إن الأفراد المتطوعين سواء كجنود أو في الشرطة يخضعون لتدريب على أساس طائفي، مما يوحي للكثير أن ما يحدث هو تدريب عسكري للشباب في المناطق الشيعية أكثر منه تكوين قوة قادرة على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. على الرغم من تأكيد المسؤولين العراقيين أن فرق المتطوعين ستكون بمثابة دعم ومساندة لقوات الجيش النظامية بعد هجوم المسلحين على الموصل، إلا أن المخاوف الشيعية هي السبب الرئيسي وراء اصطفاف معظم شيعة العراق خلف نور المالكي، خاصة بعد تهديد تنظيم داعش بمهاجمة المراقد الشيعية في النجف وكربلاء. وختاما وقفة مع الكركتير. ختام جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.